أنا بحب كل الأكل. أنا باكل قطط. إزيك يا شيف؟ إزيك يا شيف؟ إزيك يا محمود؟ أي حتة من الخروف بتحب؟ أنا بحب قرقش القرون. ومن اللحم الموجود هون بتفضل ستيك، توماهوك، ريب آي؟ يا جماعة ده ملوش في التوماهوك والفليمينيون، ده بيشرب اللبن من ضرع الجاموسة. ريش ماشي. ده دخل على قفص الصدر على طول. زي بتوع تركيا بقى اللي هو يتلاقي بيعملها. هو اللي عم بدلك بهول أنا. إيه؟ ايه دي؟ ده بياكل الفراخ. راجل اكيل وعنده طقوسه الخاصه بالاكل. كل واحد وله طقوسه. انا عن نفسي ما احبش اشرب الملوخيه غير بالقله. ومرجوحه بالتركي يعني كالابان. رايك تجربها؟ ده عربي جميله. ده عربي. نجيب لك ارجيله. صبايا عم بيرحبوا فيك بالملبن. حش الملبن والشاي. ايه ده انت بتحط الملبن ليه؟ انت هتسقيه في الشاي؟ بتدوق الملبن؟ تحب تدوقه؟ بص لقم الملبنه ازاي؟ ده ملوش في الملبن يا جماعه، ده له في الفايش. برحب بالنجم الكبير محمود حافظ. ايه نجم كبير ده؟ هو محمود المليجي. امتى محمود حافظ بيدخل المطبخ؟ لما بغار الانبوبه. شو اكتر اكل بتعمله؟ ممكن اعمل كشري مصر. كشري مصر؟ ما انت فيك من ابو طارق برضه، احنا شاكين في الموضوع ده. وشو الاكل يلي بس تاكلها هيك بتغير لك مودك؟ المخاصي. انا بحب المأكولات البحرية اكتر. ده راجل فوسفوري. طيب اذا كان عندك دور وطلبوا منك انه تحلق الشنب؟ لو هحلقه حفقة توازني ها على ورا. انت حاليا عم بتصور اكتر من عمل، كيف بتخرج من شخصية لشخصية؟ بخرج بالباب. هخرج منين يعني؟ يعني كل شخصية وكل ورق بيختلف عن الورق الاخر. في ورق 4 ملي وفي ورق كروشيه على حسب الرزمة. بس انا سمعت انه حاليا عم تعمل انت 6 اعمال بنفس الوقت. اللهم صل على النبي. لا اذبح بقى، اذبح البنت هتبصلك في الاعمال.